واحد من ابناء الجيل العظيم، جيل اللي قامت عليه اخبار اليوم، اللي انا يعني اتاثرت فيه جدا من اول ما بدات في مشوار العمل الصحفي. كان صديق للجميع واخ للجميع. الاستاذ مصطفى بلال رحمه الله واحد من الاساتذه الكبار في الصحافه المصريه، مش بس في دار اخبار اليوم، واحد من اللي علموا وتركوا بصمتهم في مهنه الصحافه. بنتمنى انه ربنا يرحمه ويجزيه خير عن المئات من تلامذته، مش بس في الاخبار ولا في كل المؤسسات الصحفيه. الاستاذ مصطفى بلال كان رجل نقي، كان رجل معطاء، كان رجل متواضع، كان رجل خير، كان بيحب الناس. الحقيقه هنفتقد الاستاذ مصطفى بلال، ربنا يرحمه. بنتقدم بخالص العزاء لاسرته ولكل دار اخبار اليوم، وربنا عوضنا عنه خير. استاذ مصطفى بلال قيمه انسانيه وقيمه صحفيه كبيره، يعني يندر ان تتكرر. والله انا مش لاقي كلمات انا بيها، لان هو مصطفى احنا يعني رفيق عمر من اول ما دخل اخبار اليوم والتحق بيا، التحق معانا في قسم التحقيقات الصحفيه، وعشنا مع بعض فتره طويله جدا، وكنا عايشين تقريبا اخوات بشكل كامل. يعني ما افترقناش الا في الفتره اللي انا سافرت فيها سلطنه عمان ورجعنا تاني كما كنا. برضو هو من الصحفيين اللي هو المهره اللي هم مش هيتكرروا كتير. انسان محبوب من الجميع، علاقاته الانسانيه علاقات ممتازه مع كل الزملاء في الاخبار. بقاء لله الصحافه المصريه كلها. استاذ مصطفى بلال كان استاذ كبير، كان ليه اكتر من ميزه نادر جدا تلاقيها في عدد كبير من الصحفيين. هو كان شاطر جدا، كان رجل بيتميز بانه بيلتزم بتقاليد المهنه وباصولها وبتقاليدها واخلاقها. حاجه تانية كانت بتميزه انه كان متواضع جدا، ما كانش بيسعى ورا حاجه خالص تقريبا. اعتقد انه هو ما جريش ورا، حتى هو لما مات ما كان رافض انه يقعد في مكتب، كان في يقعد في صاله التحرير. والله ما في اي كلمه ممكن تنعي الاستاذ مصطفى بلال. الاستاذ مصطفى بلال دوت راجل عاش ادى للمؤسسه فوق ما حد يتخيل. طول عمره صحفي محترم مهني، يعني ادى عمره كله للصحافه. كانت عينيه بتشوف اي غلط في الجورنان في اي وقت. كان ما يحبش يقعد من غير ما يشتغل على طول، وما كانش في اي حاجه يحس، يعني اصغر حاجه ممكن يعملها واكبر حاجه يعملها ما كانش بيتاخر عن انه يعمل اي حاجه، ولا المهم انه ما كانش يقعد، كان لازم يشتغل. ربنا يرحم الاستاذ مصطفى بلال. مات الانسان، مات القلب الكبير، مات الانسان الرائع. عاش المعلم مصطفى بلال، علم كل الاجيال، علمني وعلم ناس كتير، علم رؤساء تحرير وعلم شباب. الحقيقه كان قدوه حسنه، احنا اتعلمنا على ايديه، مثال للطهاره والنظافه، نظافه اليد ونظافه اللسان. كان ركن من اركان صاله تحرير الاخبار. الحقيقه ما فيش حد في اخبار اليوم اللي النهارده حزين، احنا كلنا الحزن بيعتصرنا على رحيل الاستاذ المعلم الفاضل الاخ الحبيب الشقيق، اللي هو يعني ما اختلفش عليه لا صغير ولا كبير. يعني في الحقيقه مش عارف اوصف حزني والبالغ بوفاة أخي وصديقي وزميل عمري على مدى أكثر من 40 سنة. تزاملنا وكنا زملاء في كل شيء خلال هذه السنوات، لم نترك بعض أبدا، كنا بنتبادل كل الأفراح وكل المشاكل اللي مرت علينا في خلال هذه الفترة. أستاذ مصطفى بلال هيفضل ليه فضل كبير علي أنا بشكل شخصي، وهيفضل وعلى زميلي مصطفى عبده، بحكم إن احنا كنا في ملف التعليم الأقرب ليه اتعلمنا منه. يعني ما اعرفش ايه اللي ممكن يتقال يعني عن الاستاذ مصطفى بلال، لكن حتى اللي كان بيعدي من شارع الصحافه وقابل الاستاذ مصطفى بلال مره واحده هيفضل فاكره. اكيد كانت صدمه بالنسبه لي النهارده ان انا صحيت على الخبر فاجعه رحيل الاستاذ مصطفى بلال، استاذ الاجيال. هو بالنسبه لي ما كانش مجرد استاذ، كان استاذ واب. هو احتضننا واحتضن جيل كامل، علمنا فيه كتير، اخذنا منه
دروس وعبر كتيرة جدا. أستاذ مصطفى بلال وجوده في الصالة كان مهم جدا في صالة التحرير، كان بالنسبة لنا كان هو رمانة الميزان، كان قوي في الحق، ما كانش بيخشى في، يعني لو متلائم في الدفاع عن الحق، وكانت مواقفه كلها كانت واضحة قدام الجميع. ربنا يرحمه ويصبره. الأستاذ مصطفى بلال الله يرحمه نموذج للإنسان. أنا طول علاقتي بيه ما جابش سيرة حد، ما اتكلمش في حق حد، وكان ليه صفة مميزة إن هو مجتهد ودقيق جدا في أعماله، وبيحافظ على الأمانتين، أمانة صحفية بالنسبة للقارئ، والأمانة بالنسبة لأي مسؤولية تقع على عاتقه. فقدنا اليوم أستاذ كبير فعلا بمعنى الكلمة. حقيقة الأستاذ مصطفى بلال رحمة الله عليه كان إنسان قبل ما يكون فعلا شيخ الصحفيين عليه رحمة الله. ربنا يرحمه ويعوضنا خير. احنا كل يوم بنفقد زميل عزيز من أسرة الأخبار، لكن هي دي سنة الحياة. ربنا يعوضنا خير ويعوض أسرة الأخبار ويرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. والله أنا بقاني زميل عزيز جدا، عشرت أكتر من 45 سنة، مش شفناش منه غير كل خير وكل محبة وكل إخلاص للعمل حتى آخر يوم في حياته. يعني يمكن هو غاب عندنا الشهر الأخير ده اللي هو هاجمه فيه المرض بشدة، ما غابش عننا حتى في أحلك المرات اللي كان فيها مش قادر حتى يتنفس. فربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. كان راجل يعني من خيرة أبناء أخبار اليوم، ربنا يعوضنا عنه خير. الله وإنا إليه راجعون. أخ كبير وأستاذ وعشرة وتعلمنا منه كتير، تعلمنا منه الذوق والأدب. الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له إن شاء الله، ويجعل إن شاء الله قبره روضة من رياض الجنة إن شاء الله. أخبار اليوم كلها والصحافة المصرية فقدت راجل محترم، الله يرحمه. أنفسنا في الراحل الكبير أستاذ مصطفى بلال. هو أستاذ لكثير من رؤساء التحرير الحاليين ومدراء التحرير في جريدة الأخبار. رحمه الله، كان يتميز بطيب الخلق والمقدرة الصحفية الفذة وقلمه، لكن لا نعزيها على الله سبحانه وتعالى، وبنعزي تلامذته الكتار اللي مليين دار أخبار اليوم. رحمه الله وأسكنه فسيح جنته.